في الفيديو ده هنتكلم عن تأثير وباء الكورونا في الاقتصاد العالمي وتأثيره علينا احنا، وازاي نقدر نتعامل مع ده، وايه بعض الافكار اللي ممكن تساعدنا اننا نطلع بعض المكاسب او باقل خسائر ممكنة من اللي هيحصل الفترة القادمة، وهل هيكون في ركود ولا كساد. طيب مبدئيا الركود الاقتصادي ده شيء متكرر وبيحصل من كل 10-15 سنة، واخر ركود كلنا عارفينه اللي حصل في 2008 واللي بدأ في امريكا بسبب ازمة الرهون العقارية والاستخدام المبالغ فيه والغير محسوب لبعض الخدمات والادوات المالية والاقتصادية. الازمة بدأت في امريكا وسمعت في العالم كله زي ما احنا عارفين. طيب المعلومة التانية اللي عايزين نخليها معانا هو ان الاقتصاد العالمي ده سلسلة واحدة كبيرة، لما بتحصل مشكلة في احد الاقتصاديات الكبيرة زي امريكا اوروبا الصين العالم كله بيتأثر. طبعا كل دولة بتتأثر بشكل متفاوت لظروف واسباب مختلفة كتير، ده ردا على بعض الناس اللي دايما بتقول انه لا انا في دولة كذا ان شاء الله التأثير يكون محدود. هقول لك حاجة واحدة بس، انه الازمة الاقتصادية العالمية اللي في 2008 لسه في دول كتير جدا ومن ضمنها دول عربية ومشاريع وقفت من 2008 ولا زالت حتى الآن بتعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية اللي حصلت في 2008 واللي أصلا كانت في أمريكا. طيب اللي هيحصل ركود ولا كساد؟ طيب نعرف الاثنين الأول. الركود هو أنه ربعين أو 6 شهور متتاليين، الربع هو 3 شهور في السنة المالية، يبقى ربعين أو 6 شهور متتاليين من الانكماش أو النمو السالب للاقتصاد. اما الكساد لا، بيكون مدة اطول وبشدة اكتر من الركود، يبقى اكتر من 6 شهور بمدة وبتكون حدته اكبر. طيب اللي هيحصل ده ركود ولا كساد؟ طيب هو مبدئيا الاقتصاديين اساسا كانوا منتظرين ركود يحصل ما بين 2020-2021، ده حسب الدورة الاقتصادية وبعض الحسابات والشواهد اللي كانوا مختلفين بالظبط هيكون امتى وانهي ورقة في الضمنة اللي هتقع الاول. الركود كان اقترب اصلا من قبل ظهور فيروس كورونا، يبقى اذا الركود اللي هيحصل او بمعنى ادق هو بدأ يحصل فعلا، اغلب التوقعات انه هيستمر مدة اكتر من 6 شهور. ده كله بيعتمد على عوامل كتير جدا من ضمنها التقدم الطبي اللي هيحصل لعلاج مشكلة الكورونا، سواء بقى ايجاد مصل او لقاح او اكتشاف دواء او الاعتماد على بعض الادوية الموجودة بالفعل. فالتقدم الطبي هيكون ليه دور كبير جدا في حسم المدة التي سيستمرها الركود او التحول الى كساد ومدى قوته. طيب حد هيرد يقول لي لا ده الحكومات بتاخد اجراءات كبيرة جدا والحكومات بتدعم الاقتصاد بتاعها بأرقام ضخمة وبنشوف وبنسمع دلوقتي أرقام بالتريليونات. ده حقيقي وده كلام عظيم، بس كل الأرقام دي الحكومات بتحاول بيها دعم المؤسسات والشركات والمشروعات والمصانع عشان ما تقفش، سواء عن طريق الدعم المباشر أو عن طريق دعم المواطنين عشان لا يتوقفوا عن الشراء، وبالتالي الشركات والمصانع والمتاجر والكلام ده كله تبيع وما تفلس. يعني الدولة بتحاول تحافظ على شكل مقبول من العرض والطلب في السوق. يعني باختصار كل ده علشان عجلة الاقتصاد ما توقفش، وفي فرق كبير هنا. الحكومات مهما عملت عجلة الاقتصاد كده كده تباطأت خلاص وتتباطأ زيادة. الحكومات حاليا بتحاول تقلل من هذا التباطؤ حتى لا يقترب من الكساد العظيم او لا يتوقف الاقتصاد تماما. طيب لما نجمع بقى الحاجات دي كلها، كل العوامل دي على بعض، هيبقى اولا الدورة الاقتصادية اصلا كانت قرب محطة الركود الاقتصادي من قبل ظهور الكورونا. طيب بظهور الكورونا الدول انفقت ارقام ضخمة جدا للصحة والعلاج والرعاية وانعاش الاقتصاد. كل الارقام دي يا اما بقروض بفوائد او من صناديقها السيادية او بتدابير اخرى ستؤثر بالسلب على المستقبل الاقتصادي للدول دي، مع تداعيات كورونا بقى اللي حصلت من عزل صحي والزم بيتك في دول كتير او الشغل بأقل عدد ممكن من الموظفين والعمال، تعطل مصانع شركات متاجر كتير جدا اما بشكل كلي او بشكل جزئي، بالاضافة لتعطل كامل لبعض القطاعات الحيوية زي الطيران والسياحة والمطاعم والفاست فود والمواصلات ومتاجر كتير
أضف إلى ذلك بقى حرب البترول القائمة والانخفاض اللي حصل بشكل كبير جدا. دلوقتي بيحاولوا يعالجوا المشكلة ولكن لن يكون الحل كامل. البترول دلوقتي وصل لأرقام ما وصلهاش من عشرات السنين. كل دي أمثلة عشان أوضح لحضرتك إن القادم ليس سهلا على الجميع والأمور ستطول بعض الشيء. طيب بعد ما سويت الدنيا في وشنا كده وقلت ان اللي جاي مش سهل على الجميع، ايه اللي نقدر نعمله الفترة الجاية دي بحيث نطلع بأقل خسائر ممكنة او ببعض المكاسب؟ مبدئيا كتير مننا في الوقت الحالي اتوفر له وقت زيادة، سواء بإجراءات العزل الصحي او حظر التجوال او بعض الشركات اللي قللت عدد ساعات العمل او باي اسباب اخرى. النتيجة واحدة، انه في كتير جدا مننا اتوفر لهم عدد ساعات زيادة كل يوم او وقت فاضي. طيب حجر الاساس طبعا انه نستغل الوقت الفاضي ده في ان احنا نقرب اكتر لربنا ونحاول نأدي الحاجات اللي كنا مقصرين فيها كلنا، وده نقطة دي مش هأطيل فيها لان انا مش احسن واحد يتكلم فيها، انا هخش في اجزاء اخرى. طيب يبقى اولا اول نقطة حابب اتكلم فيها، كن حذر في الانفاق الفترة الجاية، يعني اصرف فقط على الاشياء الضرورية بقدر المستطاع طبعا، ولكن ما تصرفش فلوسك على اشياء غير ضرورية الفترة القادمة. النقطة التانية، حافظ على اكبر قدر من السيولة الممكنة، حطها جانبا ان شاء الله تأمن لك احتياجاتك وهيكون في فرص للاستثمار كتير هنتكلم عنها بعد كده. تالت نقطة هي تعلم مهارات جديدة. كتير مننا دلوقتي عنده وقت ويقدر من مواقع كتير جدا وحاجات كتير متاحة على الانترنت، نقدر نتعلم مهارات جديدة، نقدر نضيف لبعضنا، نقدر نتعلم لغات جديدة، نقدر نتعلم حاجات في الكمبيوتر وفي التواصل، نقدر نتعلم لغات برمجة، نقدر نتعلم تصميم مواقع، نقدر نتعلم حاجات جديدة كتير جدا ممكن نبقى منها فريلانسرز بعد كده. طبعا كل واحد على حسب امكانياته وعلى حسب الاساسيات اللي عنده، ولكن انا متأكد وبأكد لحضراتكم انه اي حد هيكون عنده فرصة انه يتعلم لو عنده الارادة والوقت الكافيين. الفترة اللي جاية محتاجة كل واحد مننا يزيد من مهاراته، وبالذات المهارات اللي هيكون فيها تواصل او مكسب عن بعد. طيب رابعا، حاول يكون ليك دور في الانشطة والمجالات اللي بتنتعش حاليا واللي هتنتعش الفترة القادمة. طيب في مجالات كتير جدا حصلت فيها مشاكل وفيها انهيارات وفيها ضعف شديد جدا، ولكن في مجالات تانية حصل فيها انتعاش وبيحصل فيها ازدهار اكبر واكتر الفترة القادمة، زي التسوق عن بعد، البيع والشراء عن طريق الانترنت، شغل البقالة والسوبر ماركت، قنوات التواصل الاجتماعي. فكر تعمل قناة يوتيوب، الموضوع ان شاء الله سهل يعني، لو ليك علاقة او تقدر تدخل او تقرب من القطاعات المزدهرة زي المنظفات والمطهرات والصيدلانيات والدواء والمستلزمات الطبية، المأكولات والمشروبات سريعة التحضير، التوصيل. يعني في مجالات كتير جدا هتستفيد من الوضع الحالي وهتزدهر جدا، والازدهار ده مش هيكون مرتبط بالوضع الحالي بس، الازدهار ده هيكمل لانه هيكون في تغيير كبير في طبيعة الحياة بعد وباء كورونا ما ينتهي ان شاء الله. طبعا حضراتكم تقدروا تضيفوا في التعليقات ايه الانشطة اللي انتم شايفينها ومتوقعينها تزدهر اكتر الفترة الجاية. طبعا انا نسيت اقول البرمجة والذكاء الاصطناعي وتصميم المواقع، كل ما له علاقة بالانترنت بيزدهر الفترة القادمة اكتر واكتر. وضيفوا لنا في التعليقات كل الاشياء اللي انتم شايفينها هتزدهر ان شاء الله. طيب خامسا، نقطة مهمة جدا حابب الفت نظر الناس ليها، انه كالعادة الفرص الذهبية دايما بتحصل في الازمات الكبيرة. الاستثمار او الدخول في البورصة او المشاركات او شراء الحاجات بشكل او باسعار زهيدة وفي نقط منخفضة جدا وبعد كده الصعود معاها بعد زوال الازمة، ده شيء طبيعي جدا وبيحصل في العجلة الاقتصادية، وحصل في اي ركود قبل كده ويحصل في اي ركود بعد كده. ففي ناس كتير جدا بيسموهم القناصة بيقدروا
يدخلوا في نقط منخفضة جدا، سواء عن طريق البورصة أو المشاركة أو شراء بعض الممتلكات أو أي حاجة تشتريها بسعر قليل جدا نتيجة الركود ده، وده بيكون قرب انتهاء الأزمة، وبترتفع تمنها جدا بعد انتهاء الأزمة ورجوع العجلة الاقتصادية لما كانت عليه. الموضوع ده ليس سهلا ومش أي حد بيتوفق فيه، فلازم يكون ليه عوامل كتير من ضمنها الخبرة والمعلومات الكفاية والتوفيق طبعا من ربنا. آخر نقطة حابب أتكلم فيها في الفيديو ده هو إنه في ناس كتير جدا بتتكلم عن الذهب والفضة والدولار والعقارات، والموضوع ده في مدارس كتير، ولكن خليني أنا يعني هقول لك نصيحتي اللي أنا شايفها واللي أنا مقتنع بيه بدون الدخول في تفاصيل كتير في الفيديو ده، هو إنك تبعد عن الاستثمار في العقارات الفترة الجاية. يعني عايز تحافظ على مدخراتك، إذا كان عندك مدخرات عايز تحتفظ بيهم بدولار أو بذهب، أظن ده ممكن يكون مناسب. لكن العقارات هيكون صعب تسييلها، يعني لو اشتريت حاجة دلوقتي لن تستطيع تسييلها وبيعها بسهولة في الفترة القادمة، يعني لن يكون هناك ربح سريع في العقارات الفترة القادمة، بل ممكن لو الحد احتاج فلوس يبيع بخسارة. فالعقارات الفترة القادمة ليست استثمار جيد، إلا طبعا لو حد عرف عنده القدرة والخبرة انه يشتري حاجات بأقل كتير جدا من ثمنها، تمام، بس يكون متأكد من ده وترتفع بعد كده. وحط في الاعتبار انه العقارات في مصر اصلا اسعارها ازيد بكتير من التقييم العادل ليها في الوقت الحالي، فحتى لو نزلت شوية فده ممكن يكون لسه اعلى من التقييم العادل ليها. فلا انصح بالاستثمار في العقارات في الوقت الحالي. في ناس كتير بتنصح بانك تحفظ اموالك وتحفظ القيمة لمدخراتك في الوقت الحالي بالدولار والذهب، ودي بعض المدارس المحترمة، يعني انا لن ادخل في تفاصيلها في هذا الفيديو، ولكن خليني اقول لك واكد على حاجة وحكمة انا مقتنع بيها جدا، وهي انه اكبر استثمار تقدر تعمله هو الاستثمار في ذاتك ومعلوماتك وخبراتك وعقلك. ودي كانت النصيحة اللي دايما بيقولها وارن بافيت المستثمر والملياردير الأمريكي، هو دايما يقول أكبر وأهم استثمار هو الاستثمار في نفسك، لأنه لا أحد يستطيع أن يسلبك هذا الاستثمار مهما حدث في الاقتصاد أو في غيره، لن تسلب هذا الاستثمار إلى الأبد. خليني أكد في الآخر إن الفيديو ده مش هدفه إننا نثير الذعر أو نخوف الناس من اللي جاي، لا، هو هدفه إننا ننظر نظرة واقعية للي جاي وإزاي نستفيد منه أو نقلل الخسائر بقدر الإمكان. أتمنى الفيديو يكون مفيد، وأي استفسارات أو تعليقات ياريت تسيبوها في الكومنتات، وإذا عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.